بلسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن المياه البيضاء أو الساد مع ضيفنا الدكتور طارق الموسى، استشاري أمراض العين وجراحتها في الشارقة. طرق التواصل عبر الهاتف 600551414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتور طارق معنا، السلام عليكم. أهلا وسهلا، وعليكم السلام. أهلين أخي بسام، يا مرحبا إلى كل الأخوة المستمعين. يا مرحبا دكتور طارق. المياه البيضاء أو الساد يعني تسميات مختلفة لمرض يعني يصيب أيضا أشخاص، ومع التقدم بالعمر أيضا يصاب العديد من الأشخاص بمثل هذه المشكلة. البداية يعني ما هي الأعراض التي تنذر أو تكون مؤشر لحدوث هذه المشكلة دكتور طارق؟ هل هناك أعراض واضحة؟ نعم. نعم. في البداية بدي أوضح شغلة، إنه دوما بصير التباس المرضى بيفكروا كلمة مي بيضة تعني إنه هي مي بمعنى مي، وإنه لما الطبيب بيقول له بدنا نسحب المي رح يسحب سائل من العين. بدي أوضح شغلة، بس المي البيضة تعني كثافة بعدسة العين، مثل ما بنعرف العين من إحدى مكوناتها عدسة العين بتكون شفافة مثل الكريستال الصافية، لا تحجب الرؤية أبدا. مجرد حدوث أي كثافات أو عتامات في عدسة العين هذا يعرف باسم مي بيضة. إذا هي في الحقيقة تسمى مي بيضة، لكن ما هي مي بمعنى مي، هي عبارة عن عتامة في عدسة العين. هي المي البيضة ببساطة تؤدي أي عتامة، مثل ما بنعرف الأوساط الشفافة اللي بنشوف من خلالها تؤدي إلى تدني بالرؤية، تتناسب شدة هالتدني بالرؤية طردا مع شدة هالكثافة اللي موجودة بعدسة العين. نعم نعم. طيب لما توصل لمراحل متقدمة هالكثافة هي تؤدي إلى إعاقة في الرؤية يعني، ونقص شديد في الرؤية. هي المرحلة اللي نحن بنضطر إنه نعمل عملية مي بيضاء، أو مثل ما عادة الطبيب بيخبر المريض انه رحنا عندك مي بيضاء لازم نعمل عملية نسحب المي ونزرع عدسة. مشان هيك انه نزرع عدسة لانه هي عبارة فعلا عن عملية استبدال لعدسة العين. نعم. بنقوم ببساطة بهالعملية اللي هلا صارت تجرى طبعا تحت تحضير موضعي بسهولة، وخلال دقائق معدودة يتم استبدال تنشال العدسة العين من خلال فتحة صغيرة في المسافة الفاصلة بين القرنية والصلبة، أو ما يعرف باسم اللم، تحت التخدير الموضعي. وهلا حاليا صار بغنى دوما بنساويها باستخدام قطرات موضعية دون الحاجة إلى حقن مخدر حول العين أو إجراء تخدير عام كما كان يجرى سابقا في بعض الحالات. طبعا بيختصر التخدير العام على عند الأطفال، لأنه في بعض الحالات المي البيضة مثل ما هلا رح أذكر عنها أنه ممكن تصير عند الأطفال حتى يعني. نعم. مو بس هي عند الكبار المتعلقة. نعم. بالكبار. نعم نعم. لكن هي من المظاهر أيضا المتعلقة بالتقدم بالعمر دكتور طارق. طبعا أكثر الحالات اللي بنشوفها نحن ما يعرف بالساد الشيخي أو الساد المتعلق بالعمر. الحقيقة العتامة اللي بتصير بالبلورة بهالحالة هي جزء من التغيرات اللي بتصير بالجسم بشكل عام. نعم. مع العمر كيف الشخص بيتغير لون شعره، بيصير في جزء من الشيب الجلد مرونته، فجزء من هالتغيرات هاي بتصير في عدسة العين ما بتعود صافي نتيجة التغيرات الاستقلابية اللي بتحدث مع العمر، ما بتعود عدسة العين شفافة، فبتصير ما يعرف باسم المي البيضاء. تقريبا هي جزء من التغير اللي راح يصير يعني فينا نقول مع كل الناس يوما ما. في ناس بيبدأ حسب وجود عوامل مساعدة مثل بعض الأمراض السكري، الاستعداد الوراثي وغيره، ممكن انه يكون نشوفه بالستينات، احيانا في اشخاص بتصير عندهم بالسبعينات، احيانا بنشوف لبعد الثمانين ممكن لا تصير، لكن فينا نقول انه كل الاشخاص يوما ما راح يصير معهم مي بيضة. نعم. هذا ما يعرف بالساد الشيخي أو متعلق بالعمر، لكن الحقيقة هم يشوفوا بأعمار مختلفة
ممكن يشوف الساد الولادي الساد المي البيضاء. نعم. حتى منذ الولادة في بعض الأشخاص يولدوا مصابين بالمي البيضاء وهن برحم الأم. طبعا في حالات بنشوفها مع بسن الطفولة بعمر سنة سنتين وثلاثة، وغالبا هي بتكون متعلقة إما بوجود أمراض وراثية أو بوجود إصابات ببعض الأمراض عند الأم أثناء الحمل تؤدي إلى حدوث المي البيضاء عند الأطفال. وفي حالات تتطور بنشوفها لاحقا بسن الأكبر بسن بين 15-16، هي ممكن يكون جزء منها وترافق ببعض الأمراض الاستقلابية وغيرها أو بوراثة. نعم. في حالات بنشوفها ممكن نشوفها بأي عمر نتيجة تعرض العين لرب، ممكن الطفل يكون عم يلعب أثر رب شديد على العين ممكن يؤدي إلى حدوث مي بيضة سواء كان عند طفل أو عند حدا كبير بالعمر. إذا المي البيضة ما أنا مقتصرة فقط على كبار السن، ممكن نلاحظها بأي عمر، ممكن نلاحظها تكون مرافقة لبعض الأمراض الاستقلابية اللي ممكن تصير مثل السكري، اضطرابات الشوارد، الغدة الدرقية، ممكن كلها تكون مرتبطة بحدوث مي بيضة نتيجة تأثيرات التالية لها المرض. ممكن نشوفها نتيجة استعمال بعض الأدوية، وعلى رأس هاي الأدوية مثل ما نعرف استخدام الكورتيزون لفترة طويلة. نعم. يؤدي إلى حدوث مي بيضة خصوصا عند الأشخاص اللي عندهم استعداد أو نسميه اللي عندهم الستيرويد بيعملوا ريسبونس للستيرويد وبيساووا مي بيضة. يعني ما كل الأشخاص لو استخدموا جرعة معينة من الكورتيزون رح يصير عندهم مي بيضة، في استعداد كمان موجود عند الشخص. هناك الحقيقة طيف واسع من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث المي بيضة. طبعا في منها التعرض المزمن لبعض أنواع الإشعاعات مثل الإنفراريد زي ما نسميه اللي عند اللي بيشتغلوا بالزجاج أو شيء لفترات طويلة، كمان هذول أكثر عرضة من غيرهم، أو حتى اللي بيتعرضوا للألترا فايلت الأشعة فوق البنفسجية لفترات طويلة. نعم. كذلك كلها عوامل تؤدي إلى تسريع حدوث المي البيضة. طيب نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 ورسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. ضيفنا الدكتور طارق الموسى استشاري أمراض العيون وجراحتها في الشارقة، وموضوعنا عن الساد أو المياه البيضاء. طيب الأعراض دكتور، المظاهر السريرية التي تشير لحدوث مثل هذه المشكلة. تمام. الأعراض الحقيقة تتراوح بين تدني خفيف بالرؤية، ممكن يلاحظ المريض أنه عم تتشوش الرؤية بشكل يعني ما عاد مرتاح، أحيانا المريض ممكن أم يجي إذا بيلبس نظارة أم يشكي أنه والله نظارته ما عاد مريحته، نتيجة بتصير في بعض الحالات المي البيضة تغير ب القوة الكاسرة للبلورة نفسها نتيجة تصلبها، وبالتالي تتغير النظارة بعمر يفترض أنه ما تتغير في قياسات النظارة. كما نعرف بعد 20-21 بتثبت قياسات درجات الانكساب لدى المريض، ونادرا ما يضطر أنه تتغير قياسات نظارته. لكن بيجينا مريض والله أنه كان عنده درجة نقص ولا صاروا 3، فهذا من المستغرب، وغالبا هو نتيجة حدوث مي بيضة خفيفة في بداياتها. طبعا العرض الأهم هو تدني الرؤية مثل ما بنعرف. تدني الرؤية قد يحدث حسب مكان توضع الكثافات العتامات في عدسة العين، إذا كانت في محيط العدسة ممكن نشوف تدني بالرؤية بيكون أكثر في عند بالإضاءة الخافتة أو المساء، إذا كان في مركز البلورة أو ما احنا بنسميه الساد تحت المحفظة الخلفي بكون عبارة عن كثافة متجمعة في القطب الخلفي للعدسة في مركز الإبصار خلف الحدقة، فهذا بيعاني بالصعوبة بالتشوش بالرؤية أكثر بالإضاءة. بس لما بقول لك لما بطلع بالشمس أنا ما بعود شوف، لأنه الحدقة مثل ما نعرف بتصغر لما بتعرض للإضاءة، وبالتالي بتجي هالكثافة تمام أمام الحدقة كأنها حجبان للرؤية، بينما لما بتخف الإضاءة بتتوسع شوي بيصير يشوف من حوالي هالكثافة. إذا العرض الأبرز هو تدني الرؤية. نعم. وفي بعض الحالات قد يكون تغير النظارة هو أحد العلامات. أما في الحالات المتقدمة أو عند الأطفال اللي ما بيعرف يعبر عن تدني بالرؤية أو نظارته، ممكن نشوفها بالفحص المباشر، أو أحيانا الأهل بيلاحظوا مثل ما بنعرف العين اللي بخليها مستقيمة لقدام
ان عم بتشوف، اما لما ما بتشوف العين نتيجه وجود مي بيضه او عائق، اي عائق كان للابصار، بتنحرف على جنب او بتساوي نوع من الحول، وبالتالي ممكن الاهل يجيبوا الولد انه لاحظين عينه منحرفه او عم تحول على جنب. نعم. قد تكون مي بيضه عند الاطفال احد الاسباب لحدوث هذا الحول. في حالات متقدمه كثير ممكن نشوفها بالعين المجرده، حتى عباره عن كثافه بيضاء خلف القرنيه بمركز بالحدقه العين، مثل ما بنعرف لونه يبدو اسود لانه جوف العين مظلم. نعم. فبنشوف عاده لون بؤبؤ العين اسود عند الاشخاص الطبيعيين اللي ما عندهم عتامات، لكن المي البيضه بالمراحل المتقدمه بنشوف كثافه بيضاء بنشوفها حتى بالعين المجرده بسهوله يعني. نعم. طيب اذا هي ابرز الاعراض. نعم. وطبعا تغيير النظاره مثل ما ذكرت، يعني هناك اشخاص دائما طبعا نذكر بهذه المعلومه، اشخاص يقومون بتغيير النظاره لدى محلات بيع النظارات، وطبعا هذا الامر لا يجوز، يفترض ان يكون هناك تقييم من قبل الطبيب لمعرفة السبب وأيضا لحتى تكون النتائج أفضل. هناك رسالة، أنا أعاني من الخوف من الإضاءة، فهل هذا يعني مشكلة دكتور؟ طبعا الخوف من الإضاءة أو الفوتوفوبيا أو رهاب الضوء. نعم. ما نسميه هو عرض غير طبيعي، يعني يفترض أنه في سبب أم يؤهد لحدوث. أكثر الأسباب اللي بتؤدي لحدوث خوف من الضياء هو وجود التهابات نقطية سطحية بسطح القرنية، أو وجود التهاب في العنبة أو ما يعرف قميص العضل الوعائي القزحية أو الجسم الهبي. ممكن يكون هو سبب وراء حدوث الخوف من الضياء، لكن إذا كان بشكل مزمن أو عبارة عن انزعاج، يعني مجرد أنه ما بحب الضوء الشديد انزعاج، قد تكون هناك أسباب غير هي مثل التهاب حواف الأجسام وغيرها، لكن غالبا هناك السبب على سطح القرنية يعني يؤدي إلى حدوث الخوف من الضياء. غالبا هو الالتهاب النقطي اللي بنشوفه، وهو اللي برافق طيف واسع من الأمراض. نعم. طيب أيضا أنا أعاني من نقاط مضيئة وأحيانا سوداء، فما دلالة ذلك؟ هلأ النقاط المضيئة أو الفلاش أو اللمعان هو عرض الحقيقة كثير مهم، يجب إجراء فحص لمحيط الشبكية في حال وجود هذا العرض، ولا لا يجوز السكوت عنه. نعم. النقاط السوداء أو ما تعرف بالذباب الطائر أو الأجسام الطافية الفلوتر، نعم، هي عبارة عن وجود أجسام سابحة داخل الجسم الزجاجي بتعطي ظل على الشبكية. الحقيقة في معظم الأحيان هذا هاي الأجسام ما لها أي قيمة مرضية، وعادة بكفي أنه المريض يتجاهل أو ما يهتم بالبحث عنها لحتى أنه ما تكون مزعجة له ولا تحتاج إلى علاج. في بعض الحالات اللي بتكون كثير كبيرة حجمها مزعجة للمريض، ممكن في بعض المعالجات بالليزر نساويها لحتى نقدر نفتت هالأجسام هاي الطافية ونعالجها. أما اللمعان أو الشرر أو الفلاش، هذا عرض كثير مهم. نعم. مجرد لاحظناه خصوصا إذا ترافق الأجسام الطافية أو الأجسام النقاط السوداء مع لمعان وفلاش، هذا عرض على وجود شد على الشبكية، يجب إجراء فحص شامل للشبكية لحتى ننفي وجود تمزقات في محيط الشبكية. في حال وجدناها ممكن مباشرة نحاوطها بالليزر لحتى ما تكبر وتتطور وتمتد لانفصال شبكية. أما في حال لاحظنا أنه أحيانا بيكون هالشد نتيجة حدوث انفصال بالجسم الزجاجي مع العمر، هذا ممكن أنه نكتفي بمراقبته إذا ما في تمزقات أو شيء، وننصح المريض بتجنب الأعمال العنيفة لحتى تمرق هالحالة، لأنه مثل ما بنعرف الجسم الزجاجي مع العمر بينكمش وبيبتعد عن الشبكية اللي بيكون ملتصق فيها. عند معظم الناس هذا شيء بيصير، لكن بهالفترة هاي ننصح المريض تجنب الأعمال العنيفة ونراقب المريض ويكون قريب منا في حال حدوث أي تطورات، يكون قريب منا ندخل فورا. نعم. إذن أي عرض يعني دائما يجب عدم إهمال أي عرض، خصوصا إذا ما كان هذا العرض متكررا، ومراجعة الطبيب لمعرفة السبب، ودائما نقول العلاج السببي، يتم العلاج طبعا بعد تشخيص السبب الذي أدى لحدوث هذه المشكلة. بالنسبة لتشخيص الساد دكتور، كيف يتم التشخيص؟ هلا التشخيص الساد هو بفحص المريض على المصباح الشقي بالعياده، ممكن رؤيه الكثافات او الساد بشكل مباشر يعني، والتشخيص سهل جدا الحقيقه، ما بيخبي حاله، مجرد حطينا المريض على الجهاز بنشوف الكثافات تماما بشكل واضح، والموضوع يعني
تحديد وقت العملية هون المريض عادة لما مشخص له بقول لك أنت لازم تساوي العملية وشو يساوي. الساد من العمليات الانتقائية، العمليات الباردة اللي ما أنا عمليات إسعافية وتتطلب تدخل فوري وسريع. نعم. بإمكان المريض يرتب أموره للوقت اللي بيناسبه ويساوي العملية. نعم. طيب بالدقيقتين تقريبا المتبقيتين ماذا تنصح دكتور طارق؟ أنصح كل مريض عنده مي بيضة بالتأكيد أنه يساويها، لسبب بسيط أنه اليوم جراحة المي البيضة جراحة ناجحة جدا جدا جدا. يعني نحن ما منقول شيء بالطب 100%، لكن نفسي أقول أنه خليني أقول على الأقل 99% نسبة نجاح هاي العمليات. نعم. وفرصة استعادة المريض لرؤية أفضل هي كتير كبيرة وعالية. فأنصح المريض اللي عنده مي بيضة ما يحرم حاله من رؤية أفضل فورا يتوجه للطبيب ويرتب الوقت اللي بيناسبه ويساوي العملية، خصوصا ان العملية اليوم صارت تساوى بتقنيات كتير متطورة ومتقدمة تحت تأثير مخدر موضعي بالقطرات الموضعية عادة، والعملية تساوى من جرح صغير جدا اقل من 3 مليمتر، لا يحتاج الى اي خياطة ولا يحتاج الى مبيت في المستشفى ولا يؤدي الى تعطيل المريض عن عمله، يمكن لك يوم أو يومين بالكثير إنه المريض يأخذ راحة كافية لحتى يتابع حياته بشكل شبه طبيعي. فلا يتردد كثير المريض اللي عنده مي بيضة بأنه يساويها ويستمتع برؤية أفضل وصحة أفضل لعينه. نعم. وطبعا أيضا من أجريت له عملية الساد ماذا ننصحه دكتور بعد العملية؟ هلأ المريض اللي يساوى عملية مي بيضة بإمكانه يتابع حياته ويعيشها بشكل طبيعي. بالتأكيد هون المريض بحاجة لمتابعة عدة مرات مع الطبيب، ممكن يحتاج لنظارة للقراءة في حال كان زارع عدسات للبعيد فقط، مثل ما بنعرف العدسة اللي نزرعها هي عدسة صناعية ما بتساوي مطابقة مثل العدسة الطبيعية. نعم. ففينا نقول بدي يرجع مثل الشخص اللي عمره فوق 40 بيحتاج نظارة للقراءة، أو حاليا اللي عم نساوي بعد كثير من الناس عم نساوي عدسات صارت موجودة وبكثرة ومستخدمة، هي متعددة البؤر أو العدسات المولتي فوكال اللي هي بتمكن المريض بأنه يشوف للبعيد ولا القريب بوضوح دون الحاجة لاستخدام نظارات طبية. فالمريض يعني عادة أصير لك أنه بعد عملية مي بيضة خلال متابعة فترة وجيزة شهر شهرين مع الطبيب بإمكانه نقول أنه استعاد وضعه بشكل طبيعي تماما. طيب كل الشكر للدكتور طارق الموسى استشاري أمراض العيون وجراحتها في الشارقة. دكتور طارق شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية. تحية لكل السادة المستمعين. يا مرحبا.